لا بالمحاضرة السابقة بدينا بالتكاملات. السلام عليكم طلاب. طلاب المحاضرة السابقة بدينا بالتكاملات. أعتقد عليكم السلام ورحمة الله. فبدينا بالتكاملات، وصلنا إلى أو في منتصف تكاملات الغير محددة، فبقى بما يقارب 3-6 أمثلة. لأن 6 أمثلة هن نفس السابقات، فإذا إحنا زاد عندنا وقت رجعنا حليناهن، ما زاد عندنا وقت لأن أمثلة إضافية لكم. أكرر، بقى عندنا 6 أمثلة محلولات بالملزمة بالتكامل الغير محددة، عفوا نفس حل الأمثلة السابقة. زاد عندنا وقت في بعد المحاضرات، خير على خير رجعنا حليناهن لكم. وأي سؤال يعني نخلي في المحاضرة الريفيو، أي سؤال عندكم، أي هذا الأمثلة، أي شيء تردون نقدر نحل لكم إياه. ما زاد عندنا وقت بعد، هي على قد المادة. فوصلنا يعني طلاب آخر شيء إلى التكامل المحدد. تكامل محدد نفسه تكامل الغير محدد. تجي طالب تشير الفرق، التكامل الغير محدد يعطيني معادلة، بينما بالأخير طبعا زائد سي، التكامل المحدد يعطيني قيمة رقم. هسه المفروض الشاشة ظاهرة عندكم. قلنا كان الغير محدد اي تكامل شنو بالاخير زائد سي، هنا راح يعطيني شنو رقم، حيث ان اي للبي اوف الاكس دي اكس يساوي اف اوف البي ناقص اف اوف الاي. يعني عوضنا البي ناقص عوضنا الاي، الأعلى ناقص الأسفل. خلنا ناخذ لنا اكزامبل حتى تكون أمور أوضح. من 1 إلى 4 إكس تربيع زائد 1 يكون تكعيب إكس دي إكس. بس هذا يقول لك جد تكامل الدالة الآتية. نجي شنو أخذنا سابقا، خل أرجع لك للقواعد حتى يقول لك هاي قاعدة. هاي رول نمبر 5، قاعدة رقم 5. قاعدة رقم 5 إذا عندي قوس أريد أكامله أوفر مشتقات داخل القوس. شنو مشتقات داخل القوس؟ أجل إكس تربيع زائد 1 هذا داخل القوس. شنو مشتقة معناته؟ نين إكس دي إكس، نين إكس مشتقة الإكس دي إكس. نشوف هاي موجودة، إكس دي إكس موجودة، وهذا هو المهم. ثانياً سهل توفيرها، دائماً إذا عدي دالة ما موجودة فمعناها توقف، مو دائماً وإن أغلبية، فمعناها شنو هنا؟ معناها توقف هنا، يعني أكو غير طريقة. زين إذا الدالة متوفرة فقط الرقم غير موجود، الرقم سهل أضرب أقسم على نفس الرقم، إذا هنا أضرب أقسم على 2. الثانياً تفضل من السلام. شيء اكيد يعني اساس شنو سؤالك بالضبط؟ اذا كانت الداله غير موجوده، اذا كانت الداله بصفها غير موجوده معناها اكو طريقه اخرى للحل. ها شيء اكيد يعني اكو شيء احنا اسمه شنو
نوفر مشتقة أي تكامل نريدين كاملة. إذا نرجع للقواعد قارين القواعد نوفر مشتقة هذا التكامل. شنو مشتقته؟ فعندك إذا قوس مرفوع لمشتقة واحد الساين مشتقته كوساين وهكذا. فكل دالة تكامل نوفر مشتقته أو بالأضبط حتى أكون دقيق نرجع إلى القانون. القانون مالتي شنو يحتاج؟ إذا دالة أسية أوفر مشتقة داخل القوس، إذا إكسبونينشال أوفر مشتقة الأس وهكذا. وأمثلة أخذنا إحنا في الدرس الماضي عن هذه الأمور. لا 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 يا خمسة، أنا أخذنا إحنا 13 مثال تقريبا. إيه في ليش هي قانون؟ قانون على سبيل المثال خلينا نجي هذا، هذا يا قاعدة، قاعدة رقم خمسة، قاعدة رقم خمسة شو تقول هنا؟ أنا هسه بغض النظر عن كان محدد أم لا، قبل التكامل شنو أكو؟ كون نوفر مشتقة. دائما دائما هاي هاي دائما لازم مشتقتها موجودة، إذا مشتقة ما موجودة ما أقدر أكامل. زين مشتقتها موجودة، إذا الدالة موجودة سهلة الرقم يتكامل، بينما إذا الرقم ما موجود يعني بس إذا كانت الدالة موجودة إذن سهلة الرقم أقدر أضرب وأقسمه، بس إذا كانت الدالة غير موجودة إذن هاي هنا أكو فكرة أو أكو طريقة أخرى للحل. هذا اكو بمعنى اكو طريقة اخرى يجوز ينحل ينفك قوسيا يعني هذا السؤال، اما هذا القانون غلط ما يتطبق عليه يكون قانون اخر، او هذا يحتاج لتحليل حتى يتكامل حسب الدالة. انا ما اقدر اجاوبك على دالة ما اشوفها، حسب نوع الدالة شنو في الامور. تمام، فنفس ما بلغ زملائكم قبل شوية بقية الامثلة، زاد عندنا وقت رجعنا حليناها، ما زاد هذن انتو تقروهن او نسوي لنا فد محاضره اضافي او شيء اضافي نقراه، بس هذا شوفت الحين في اخير المحاضرات بعد ما نخلص المحاضرات ملاتنا، اذا زاد عندنا وقت نرجع هذا كم مثال ما حليناهن نرجع لان شوي عندنا الوقت ضيق بالاخص التوصف اول. تمام، كم السلام ورحمه الله. الملف ما يشتغل؟ لا، واحد واحد الى اربعة طلاب نفسه نزلته، النص هنا مو زاد عندي هذا النص، هذا واحد كلمة واحد في اثنين زاد عندي نص، هذا النص نزل واحد على اربعة، بعد على من واحد على اربعة لحظة يساوي نص نزل، خلنا نكامل كلش فردنا. النص نزل تكامل شنو؟ افتح قوس. ها شنو تكامل؟ قبل شوية زميلكم قال شنو؟ اكس تربيع زائد واحد ازود الاس واحد واقسم على، خلاص هذا التكامل. هناك قبل كنا نكتب بالغير محدد شنو؟ زائد سي المحدد، انزل هاي واحد الى اربعة يا هي هذا هنا أنا. تمام، هنا عندي واحد صحيح، بس قبل لا اضرب اثنين على اثنين هنا كأنه ما عندي واحد اقدر اقول هذا هذا الواحد اقدر اكتب اثنين على اثنين. بالضبط، مو اني اكو طلاب اقول له اضرب وقسم على اثنين، شو يساوي؟ يضرب في اثنين وما يقسم على اثنين، هاي غلط، اختلت المعادلة. لا الزم اضرب وقسم على اثنين، فلما افهمك انه واحد الشيء ينكتب الواحد اثنين على اثنين بحيث ثم اختصاره يرجع واحد، هنا فهمها الطالب، معناه اثنين بالبسط راحت ويامن ويا التكامل، اثنين بالمقام بقت. ايه هسه هي هاي اثنين على اثنين، مو كانما هنا اثنين في واحد على اثنين نقدر نكتبها هيك، شنو المشكله؟ اثنين في واحد اثنين، اقدر اثنين على اثنين، هذا هو نص
راح يبقى برا، والاثنين بالباص راح تروح ويا التكامل اللي نحتاج احنا شنو مشتقه. وضحت؟ جيد. هسه هنا شنو النص نزل هذا يا نص، هذا زودنا اس واحد وقسمنا على نفس على الاس جيد بعد ان وفرنا شنو؟ بعد ان وفرنا المشتقة. بعد ايش عندنا؟ ها هي ماكو زائد سي، ليش؟ لان التكامل محدد ويسار. قلنا زائد التكامل المحدد عفوا غير محدد شنو يطلع لنا؟ معادلة. التكامل المحدد يطلع قيمة. اذا النص اجي اعوض 4 ناقص 1. زين هذا ثابت، خل اطلع برا 4 في 2 8، فايش بقى عندي؟ اكس تربيع زائد 1 وكل 1 على 4 ويساوي 1 على 8. فهنا شلون نعوض؟ دائما نعوض الاس الاعلى او التكامل الحد الاعلى ناقص الحد الأسفل، نفس ما موجودة بهاي الفورمولا الأساسية. الحد الأعلى ايش قد؟ 4 ناقص 1، فنجي 4 طلاب بس اكو هنا يعني خل ارجع شوي للأساسيات، خاف اكو طلاب ما يعرفون تكامل. 4 نعوضها بدال كل اكس نعوض 4، بدال مرة ثانية ناقص بدال كل اكس اعوض 1. فانتبه وياي هنا ايش راح اسوي. هاي اكس شكتب بدالها 4، الاكس هي شنو؟ التربيع، انزل التربيع زائد 1 اسد قوس اي الحد الاعلى ناقص الحد الادنى او الحد الاعلى ناقص الحد الاسفل، افتح قوس هذا وين؟ الاربعة ناقص، افتح قوس الثاني بدال كل اكس انه اعوض 1 الاكس شنو؟ لا تنسى الاكس تربيع، هذا الواحد ينزل زائد 1 اسد قوس اسد القوس الكبير مالتي. هذا واضح قبل لا اكمل شلون عوضت الاربعة ناقص واحد؟ يعني عندها المعادلة مرة عوض بها اربعة. كم السلام كم السلام هنا. بس اربعة شنو؟ لا عيني هاي مو اس، هذا مو اس، هذا تكامل، هذا تعويض، هذا مو هيجي. انتبه لي، شوف هنا هذا مو هيج اكس تربيع زائد واحد كل اس 4، هذا مو هيج، هذا لا، هذا اكس تربيع زائد واحد هذا القوس بهذا الشكل 1 الى 4، هاي تعويض قيمة، هاي هذا مو نفس هذا. تمام ها اي نعم صحيح عاشت ايدك، قصدك هاي الاربعة اي نعم صحيح بالضبط قصدك هذا الاس 40 ما نزلناه اي عاشت ايدك فعين طلاب هسه هذا شنو؟ اس 4 شيء اكيد مرفوع لاس 4، ف 4 اكس تربيع هو هذا نفس الدالة احنا نزلناها، نفس الدالة تنزل فرق شنو؟ عوضنا بدال كل اكس 4 ناقص بدال كل اكس 1. التعويض واضح، انا احكي على التعويض، هذا تعويض هذا واضح اكون، وهذا ناقص هذا هنا، انتبه لهنا ناقص هذا ناقص هذا ناقص هذا، خلينا نجي يساوي 4 تربيع 4 في 4 16 ايه حسب القانون اللي هو هذا القانون احنا كاملناه منتهين منه، بس انه بحسب هذا القانون حدود العليا ناقص سفلى بالضبط ناقص. طلاب هذا الماخذ التكامل بالسادس هذا كل سهل عليه لان اغلب التكاملات هي بهذه الصيغه، ناقص 1 تربيع 1 زائد 1 الى 2 اس 4 ف 16 صار 17 اس 4 ناقص 2 اس 4. هاي بعد هنا أنا بالحاسبة راح تطلع لك طلاب، راح أخذها جاهزة 3 3 5 0 5 على 8 موجودة عندك بالملزمة. هاي أنت بالكالكوليتر 17 تحط أس 4 إيش قد؟ و2 أس 4 وتنقص واحدة من الثانية راح تطلع لك هاي القيمة.
تمام، هذا المثال واضح. راح نحل مثال آخر نفس الصيغة. راح نحل مثال آخر. تفضل. تفضل، أعتقد أكو شخص عنده سؤال. ثمانية مين إجت؟ مصطفى سؤالك بتاع الثمانية؟ شنو؟ عيني، خل نجي الوحدة وحدة. قرأت القوانين؟ حافظ القوانين؟ ما. لا لا، مو شفتن، لا مو شفتن، قاريهن، اكو فرق، شفتن ماكو فائدة. قريتن ورقة وقلم، حفظت، اي هنا المشكلة. هنا انا اقول لك مشكلة. لا شو ما اخذنا؟ عنا المحاضرة السابقة اخذنا، مو السابقة، قبل السابقة اخذنا القوانين، والسابقة اخذنا امثلة. فإذا أنت ما تقرأ، إحنا جايين نتقدم بالمادة، فكل ما تتقدم راح تكون عندك مشكلة أصعب، لأن إحنا جايين نصير شوي أدفانس، فلازم الأساس يعني أكثر من جاي ينبه، لازم تكون جدي في قراءتك للمادة. ولا هاي موضوع التكاملات هو موضوع جدا سهل مو صعب، نفسه مكرر بالسادس، بس كون شوية تقرأ. فمصطفى هسه ركز وياي، المثال نفسه راح ينعاد بس بغير أرقام، فركز وياي حتى تفهم. تفضل. شخص بعد عنده سؤال؟ مؤيد اعتقد. تفضل تفضل. نفسها نفسها عيني، هذاك كان زاسي، هذا يطلع رقم. ها هي خلص نفس القوانين، انت حفظت القوانين سيطرت. ها هي نفسه نفسه، ماكو اي فرق، فقط هذاك زائد سي، هذا ارقام. ليش اقول لك القرا هذيك المحاضره سيطر يمه هسه اموره تمام جاي يفهم؟ لا والله القلب مو يقول انا قاري مقلبها، لا ما يفيد، ورقه وقلم حلها. مو شفت الفيديو ها هي تمام، لا ورقه وقلم. ليش اركز ورقه وقلم؟ هاي رياضيات، لو غير ماده شاقلنا تمام. الحاسبات سنجي على سبيل المثال، حاسبات ما احتاج ورقة وقلم، طبقها على الحاسبة كلش كافي. نرجع حتى نستغل الوقت، سالب واحد الى اثنين دي اكس على اربعة اكس تربيع ناقص ثمانية اكس زائد اربعة. طلاب هسه عندنا هذا المثال يقول لك find integration for the following equation. سنجي دي اكس اربعة اكس تربيع ناقص 8 اكس زائد 4. زين، وين ما نجي هسه هذا شلون نحله؟ هاي هنا خط كسر. اذا انتبه على المقام، هذا مو قريب على المربع، فرق بين مربعين. نجي اول شيء نبسط ب 1 1 سالب 1 الى 2 دي اكس. هنا خل اطلع الاثنين عامل مشترك، شو يصير هنا؟ اثنين اكس تربيع ناقص اربعة اكس زائد اثنين. تمام. زين، الفرق بين مربعين طلاب هسه هاي يجوز صعبة عليك. زين، خل اخذ هذا الرقم هنا، راح اخذ هذا الدالة هنا على صفحة حتى أبدي أبسط بيها. ما يعني؟ إي لا، هو تجربة نفس الشيء راح يطلع لك نفس الأرقام. فأول شيء هسه خل أوخر الأربعة من هنا. طلاب هذا الرقم جبت لك هنا حتى لا تنشغل بهاي الهوسة الفوق، جبت لك هذا الرقم هنا. هسه شوف الأربعة منا أقدر أستخرجها، ومن هنا ومن هنا، خل أطلع الأربعة خل أخلص منها. ناقص صار 2x زائد 1. تمام،
خلنا نجي هنا نشتغل هنا. زميلكم قال بالتجربة، خلنا نجرب التجربة تصير اللي هي نفس الشيء فرق بين مربعين أو هنا التجربة. خلنا نشوف التجربة. تجربة مالتي x بx صح لو لا، بما أنه شارات مختلفة زائد ناقص. زين الواحد من جاي واحد في واحد، خلنا نشوف راح يطلع لي حد بالنص. هاي واحد اكس، هاي ايش قد ناقص اكس، هنا ما راح يطلع، يطلع صفر اكس. زين نجي إشارة الحد الثالث شنية طلع؟ إشارة الحد الثالث هي موجبة. إذا تتذكر بالتجربة التحليل بالتجربة أو التحليل بالتجربة نعتمد على إشارة، أكتبها هنا، نعتمد على إشارة الحد الثالث. الحد الثالث هنا بما أنه مجرى، بما أنه هنا موجبة، إذن الإشارات متشابهة. إذا كانت سالبة إذن الإشارات مختلفة. نجي بما أنه موجبة الإشارات متشابهة، بينما سويت هنا مختلف إذن هذا غلط الحل. فمعناه أما اثنينات الموجبات أو اثنينات سالبات. إذن لأن الموجب من جاي، أنا عندي الموجب جاي أما من ضرب الموجب في الموجب أو ضرب السالب في الموجب. زين نجي السالب من جاي عندي أما ضرب السالب في الموجب أو ضرب الموجب في السالب. فنجي هنا عندي موجب أما جاي موجب في موجب أو جاي سالب في سالب. خلينا نشوف هي تخدمني أكثر. وأكو شيء اسمه التحقق من تجربة، هي هاي الطريقة حتى طلع الحد الوسط. فالموجب جاي موجب في موجب أو سالب في سالب، أنا شنو عندي حد الوسط؟ سالب. فأحط سالب وهنا أنا سالب، خلينا نشوف راح يطلع صحيح. واحد سالب واحد في x، هنا سالب واحد x، وهنا أنا شنو؟ سالب واحد x، إذا سالب اثنين x، إذا تحققت عدة تجربة. فالقوسين هو x ناقص واحد في x ناقص واحد. ها التحقق سخن نجي هذا القوسين راح اكتبهن هنا x ناقص واحد x ناقص واحد، مو هذا نطلع عن قوسين. تمام التحقق كالآتي، أول شيء أجر ذن الثنين، فلا أغير لك اللون بعد، أجر خطين، هذا خط أول وأجر هذا خط ثاني، القريب والقريب والبعيد والبعيد، هذني بينات علامة ضرب. يعني هذا أضربه بهذا، قريب أضربهن والبعيد هم أضربه. القريب لما أضربه سالب واحد في x سالب واحد x، البعيد لما أضربه x في سالب واحد سالب واحد x، أجر خط. هسه هذني أجمعهن، سالب واحد x زائد سالب واحد x سالب اثنين x. المفروض هاي طلعت لي هي نفس حد الوسط الموجود، إذا نفسه إذا أنا تجربة مالتي صحيحة، إذا مو نفسها هاي غلط، معنى أنها تجربة ما تصير، أروح على غير طريقة. تمام فهنا عندي x ناقص واحد x ناقص واحد، معناه شنو؟ x ناقص واحد كل تربيع اللي هي هاي فرق بين مربعين. إيش عندي هنا؟ عندي أربعة، لا تنسى الأربعة طلعناها عامل المشترك. إذن أربعة في x ناقص واحد كل تربيع، هاي بدل أنا ما أقعد أشتغل بها هنا، جبت لك إياها على صفحة اشتغلناها واضحة هنا. تمام فآخر شيء طلاب خل نكتب السؤال مرة ثانية، فالأخذ من الملزم السؤال سالب واحد إلى اثنين دي اكس اعتقد اربعة كانت هنا، لحظة اربعة مو اي اربعة اكس ناقص واحد كل تربيع. هاي شلون اجت قبل شوية طلعناها اللي هي بالتجربة. بس خل نجي نكامل، خل نشوف يتكامل هذا. زين قوس بالمقام، شو تعودنا من ديك المحاضرة؟ عندي قوس بالمقام تربيع، شو يصير؟ فالأرفعه
فأكتب 1/4 ما العلاقة بها في x ناقص 1 يكون سالب 2، هذا موجب يرفع للبسط يصير يصير سالب في dx. dx وينها؟ اللي هي هاي موجودة نفسها. الثابت يخرج خارج التكامل، 1/4 سالب 1/8 x ناقص 1 dx ناقص سالب 2. هسه انا بس رتبت، هسه هاي شنو تكاملها؟ قوس مرفوع الى اس، نوفر المشتقة فاجيب القوس هنا، شنو هاي مشتقته؟ السالب 1 0 وهذا شنو؟ dx، اذا مشتقته فقط dx، dx موجودة، اذا اكامل بشكل مباشر تحت قوس سالب 1/2 ناشن x ناقص 1 ناقص 2 ناقص 2 زائد 1 يصير ناقص 1، لان ازوده 1 ناقص 1 واقسم على الاس الجديد اللي هو هذا نفسه ناقص 1. طلع بس شوف لشكل القوس قبل التكامل وبعد التكامل بهذا، مو بهذا الشكل، بهذا الشكل يصير، وتكتب هذن الحدود الموجودات هنا على القوس يصير بهذا الشكل. نجي واي يساوي، تفضل تفضل. ايه لنش وقت اذا كان اسه واحد، وإذا أسا واحد ما يسلم إذا كانت عندي بالمقام الدالة مشتقتها بالبسط، مشتقتها بالبسط شنو؟ إذا كانت الدالة بالمقام مشتقتها بالبسط تصير لن المقام. ها يعني مو خل اجي باع اكو هنا شيء يختلف، شنو مشتقة الاكس ناقص 1 تربيع؟ هاي شنو مشتقتها؟ مشتقتها 2 اكس ناقص 1 دي اكس، صح لو لا؟ زين هاي موجودة بالبسط؟ شوف هاي مو لين، ماكو فرق، اكو فرق هنا، كنا نوفر مشتقة داخل القوس، بينما ابو اللين شو يقول لك؟ عيني الدالة الموجودة عندك بالمقام مشتقتها نفسها مو وفر لداخل القوس، ترى اكو فرق بين داخل القوس الجاي نشتغل بي وبين ما يقول لك وفر للدالة مشتقتها. ايش اكيد هو هذا القانون. زين ليش دائما يقول لك اذا اسها واحد؟ اذا اسها واحد هاي شنو مشتقتها؟ دي اكس، دي اكس موجوده بالبسط، موجود اذا لين المقام، هاي لو كانت اسها واحد، لذلك غالبا الاسها اكبر من واحد مشتقتها ما موجوده بالبسط قبل صعدها، تسويها بالسالب واشتغلها احسن لك اسهل. ها هي تمام، المهم فهمتها؟ تمام جيد. عين هذا السالب، هسه السالب خل اضربه في سالب في الربع، صار سالب ربع، افتح قوس سالب 1 2 الى سالب 1 نفس الزائد اكس ناقص 1 والسالب 1، بس احنا ما سوينا شيء فقط هذا السالب وخرناه ويساوي، بس خلينا نعوض سالب ربع افتح قوس 1. طلاب اذا اريد نبسط بعد هذا السالب خلينا ننزل المقام يصير 1/(x-1) كل سالب 1/2 ويساوي سالب ربع، وشنا عندنا اذا
موجب بالمقام نرفع يصير سالب، زين اذا سالب بالبسط خل ننزله يصير موجب. فخل نعوض الثنين، شو نعوضها؟ واحد على اثنين ناقص واحد، ناقص واحد على واحد ناقص واحد، عفوا ناقص واحد ناقص واحد. فالثنين بدال كل اكس، يعني هاي مرة عوض بيها اثنين، مرة عوض بيها سالب واحد، لما عوضت بيها اثنين صار اثنين ناقص واحد، ما عوض بيها سالب واحد سالب واحد سالب واحد، فيجي يساوي سالب ربع اثنين ناقص واحد، واحد على واحد ناقص ناقص واحد ناقص واحد صار واحد على ناقص اثنين، ويساوي واحد على أربعة سالب واحد على أربعة افتح قوس واحد ناقص في الناقص موجب اثنين، موجب نص العفو. زين نجي واحد زائد نص، شلون هنا توحيد مقامات على اثنين، هاي اقدر اكتبها كنا الواحد شين كتب اثنين على اثنين، يعني اثنين زائد واحد ثلاثة على اثنين، فمعناها شو يساوي؟ خل اجي هنا اكمل، يساوي سالب واحد على أربعة، الواحد زائد نص اشطرعت عندي ثلاثة على اثنين، ويساوي ناقص ثلاثة على اثنين في أربعة ثمانية، ناقص ثلاثة على ثمانية، تمام؟ جيد. أكو أحد عنده سؤال؟ هسه ننتقل طلاب الى المثال اللي بعده، اكزامبل اللي هي تكامل، لحظة وين السؤال، تكامل لي من صفر الى واحد ناقص اكس تربيع زائد اكس ناقص اثنين اكس ناقص واحد دي اكس. يقول لك كامل لي هاي الدالة الاتية، بس هاي شلون كاملها؟ هاي اكس تربيع زائد اكس ناقص اثنين، هاي جوا اكس ناقص واحد، اي صعدت سويت اي سو، نفتح قوسين زين، خلينا نفتح اول شيء، نجي هنا الاكس تربيع زائد اكس ناقص تجربة، بما انه سالب اذا اشارات مختلفات، هنا اكس هنا اكس، اثنين من جاية؟ جاية من اثنين في واحد، هاي اثنين هاي واحد، خلينا نتحقق، اول شيء نسوي هذين خطين، اثنين في اكس اثنين اكس شنو موجب؟ سالب واحد في اكس سالب واحد اكس، نجي نوبشن هنا نجمع سالب اثنين زائد اثنين اكس ناقص واحد اكس موجب اكس، وهو نفس الحد الوسط، اذن انا هذين القوسين عندي صحيحات، فخلنا نجي نكتب من صفر الى واحد اكس زائد اثنين اكس ناقص واحد اكس ناقص واحد دي اكس. شوف طلاب هذا ويا هذا تكامل صفر الى واحد اكس زائد اثنين دي اكس، خلاص صار ما بيشي كامل مباشرة، هذا شنو تكامله؟ صفر إلى واحد، زين التكامل هذا موجب، خلينا نوزع التكامل بين هذا وهذا، إيش يصير؟ إكس دي إكس زائد اثنين دي إكس، ويساوي من صفر إلى واحد، الإكس شنو تكاملها؟ اكس تربيع على اثنين، ها مو مشتقة مو صفر، شنو صفر؟ نزود الاس ونقسمه على الاس الجديد ويصير بهالشكل من واحد الى صفر زائد اثنين، شنو تكاملها؟ اثنين اكس من واحد الى صفر ويساوي،
الاكس شنو تكاملها؟ عندي دالة عادية شنو تكاملها؟ ازود الاس واحد واقسم على الاس جديد، صار نساحنا بالاقواس هو نفس الحكي. ازود الاس واحد واقسم على الاس جديد. شنو؟ بالضبط، اي بالضبط. هو واحد زائد واحد تقسيم الاس الجديد. عوض الله. زين. هاي اثنين تكامل الثابت شنو؟ دال. اثنين تكاملها اثنين اكس. هذا الموجودات بالقوانين. فخلنا نجي هنا. هاي ايش تتعوض؟ اطلع النص هنا ما العلاقة بي. واحد تربيع ناقص صفر تربيع. زائد. اطلع اثنين ما العلاقة بي. واحد ناقص صفر. صار نص واحد، يعني ها صفر يروح، واحد تربيع واحد زائد اثنين، واحد ناقص صفر واحد، إذا نص زائد اثنين، وش يساوي؟ نجي نوحد مقامات على اثنين، اثنين تقسيم اثنين، واحد زائد طلاب هذا اثنين مو بالمقام، يعني هذا بالبسط، خاف يصير شوي ناصر، ما لك علاقة بيه. فنوحد على اثنين، اثنين تقسيم اثنين فيها واحد، واحد في واحد واحد، اثنين تقسيم واحد اثنين، اثنين في اثنين اربعة يساوي خمسة على اربعة. تفضل يعني. ها اثنين شو وين عني؟ وين هاي؟ ليش ناقص؟ ناقص هاي بالداخل، هاي بالداخل، بس هذن دالتين، هاي دالة هاي ما له علاقة. هذا انتبه لي، هذا ناقص هذا، بس هذا بالنص ما له علاقة به، هذا دوال بينات المجموعات. الأعلى ناقص الأسفل اللي هذا السالب. جيف. أكو أحد بعد عنده سؤال؟ ايه نعم. اكو احد بعد عنده سؤال؟ نعم. لحظة، وين سؤالك بالضبط؟ عن هاي هنا؟ وين جاي سؤال؟ ايه هاي. شبيها؟ نعم. إيه هذا النص أنا سحبته برا. إيه. والثنين سحبته عامل مشترك. طلعنا. عادي شنو المشكلة؟ هنا يصير هيجي تسوي اثنين في واحد ناقص اثنين في صفر. ما اريد اسحب عامل مشترك كلش طبيعي، فيطلع اثنين ناقص صفر يطلع اثنين، اللي هو وين اخير شيء؟ هذا يا هو هذا نفسه اثنين في واحد اللي هي اثنين. هاي بعد يمك، انا جاي ابسطها حتى تكون واضحه للجميع. لا مجرد تعويض، انا جاي ابسط اكثر، اللي يقدر قبل بدون عامل مشترك هيعوض مباشرة بس يكون ما يخطأ. Another example. عندنا تكامل سالب باي على اربعة باي على أربعة سيك تربيع الإكس زائد تاني الإكس تكعيب دي إكس.
هسه هاي شلون نكملها؟ اول ما نجي هذا بالمقام بي اس، اذا شنو قبل الرفعة؟ سيكا تربيع الاكس هي زائد تان الاكس كل تكعيب دي اكس، تمام. ناشن سالب لان هذا موجب صعد دي فوق صار سالب. زين قوس بصفه داله، خلينا نشوف هذا القوس اذا مشتقته موجوده بصفه، اذا منتهي الامور. شنو مشتقه 2 تان 2 زائد تان الاكس؟ 2 مشتقته صفر، تان الاكس مشتقته اذا ترجع مشتقات هي سيكا تربيع الاكس، سيكا تربيع الاكس موجوده، اذا هاي داله مشتقتها موجوده بصفه. اذا بشكل مباشر اكتب افتح قوس سالب باي على 4 لا باي على 4، القوس نفسه سيقول لي هاي وين راحت؟ هاي راحت ويا التكامل. شنو هذا القوس؟ سالب 3، ازود الاس 1 واقسم على الاس الجديد، سالب 3 زائد 1 سالب 2، اكتب هنا سالب 2 على اليمن، هاي سالب 2 انزلها نفسها سالب 2، هاي واضحة. وراحت ويا التكامل بعد، ها هي انتهت. ايه هو 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 التان، تان الاكس شنو شنو مشتقته؟ سيكا تربيع. شلون قبل شوي لما كنا نوفر مشتقة والمشتقة كلها تروح؟ هي هاي مشتقتها بصفر. شي اكيد نكامل القوس كله. تمام. هي مشتقة، وهي ما دام مشتقة ما كاملها خلاص، هي راحت ويا التكامل، خلصنا منها، راحت ويا التكامل. لا 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 لا، هي هاي شنو القوس؟ عندي قوس مرفوع الى اس، اول ما اباوع الى اولوية، هذا اذا مشتقته موجودة بصفه انتهت الامور، هذا مشتقته موجودة اذا تمام، هذا كله راح بالضبط. اكامل القوس نفسه، قصدك اشتق داخل القوس حتى اوفر مشتقته موجوده بصفه، وكامل القوس كله. هسه نجي سالب نص، طلعته برا خارج التكامل، على 2 زائد تان الاكس كل تربيع، هاي سالب، خلينا ننزل اخص الموجب حتى اقدر اعوض، سالب باي على 4 باي على 4 ويساوي سالب نص، هذا نفسه نزل. تفضل. مكان البص مشتقة المقام، وعادة القوس يكون اسه واحد، ايه. قبل شوي سألتني نفس السؤال، والثلاثة وين راحت؟ اي والثلاثة؟ لا لا مو شرط، انا اشتق لي هاي، شنو مشتقت؟ شوف راح اخذ لك اياها هنا، انتبه لي، قبل شوية جاوبتك عليها نفسها بس كنت مبين ما مركز وياي، يعني. انتبه لي. سالب ثلاثة، هاي شنو مشتقتها؟ مشتقتها سالب ثلاثة 2 زائد تان الاكس سالب 2، ننزل الأس ناقصة 1 يعني سالب 4 يصير، في سيكا تربيع الأكس، هاي مشتقة، هاي مشتقة موجودة فوق، شي أكيد مشتقة القوس كله مو مشتقة داخل القوس، أكو فرق، من قلت لك أكو. اكو فرق انه هاي كنت توفر المشتقة القوس كله مو مشتقة داخل القوس، مشتقة داخل القوس شيء، مشتقة القوس كله شيء ثاني.
بس لحظة، هي هاي مو سالب، هاي موجب، فهذا لما تنزل يصير موجب 3 وهنا 2 3 نا اي يصير بهالشكل. ف تمام هسه خلينا نكمل. هسه وضحت انه فرق بين هاي وهاي، فخلينا نعوض. هسه مجرد نعوض، فتعويض يساوي سالب نص، هذا راح اكتبه جوا لان خطوه مطوله، هاي 1 على 2 زائد تان الباي على 4 كل تربيع ناقص 1 على 2 زائد التان سالب باي على 4 كل تربيع. طلع بهاي بعد بالكالكوليتر طلع تان باي على 4 وتان سالب باي على 4، راح يطلع لك هنا اخير شيء 4 على 9. هاي هنا بعد بالحاسبه، هنا شغل حاسبه تسويها بالكالكوليتر وطلعها. واضحه الخطوات، واضح شلون كملت اني، شلون هنا أنا رفعته، هذا هنا أنا موجب وسالب، فلمن يرفع يصير سالب. احد عنده سؤال؟ المثال اللي بعده، تكامل عندي هاي الدالة يقول لي كامل اياها. هسه شلون كاملها؟ بس لحظة خلنا نتأكد من نقل الدالة. سالب لنا الـ x exponential x، هاي هنا عندي exponential لأن الـ x على الـ x dx. بس هاي هنا شلون كامل؟ خلينا نجي على صفحة، أجي exponential سالب لنا الـ x. شنو هذا الـ exponential؟ شلون أكامل exponential؟ أنا exponential قاعدة خاصة، exponential تكامله يكون أول شيء أوفر، قلنا أي دالة أول ما أجي أوفر، أوفر مشتقة شنو؟ بالإكسبوننشال أوفر مشتقة الأس، أجي مشتقة الأس لدى الأكس. شنو مشتقتها لدى الأكس؟ دي أكس على الأكس، شيء أكيد سالب لأن هذا سالب مهم. شنو مشتقة اللين؟ مشتقة الدالة على الدالة نفسها، لأن أنا إذا عندي مشتقة الدالة على الدالة قبل شوية كنت أحولها لين بالتكامل، بالمشتقة بالعكس. إذا عدي هاي أنا موجودة سالب دي إكس على إكس بصفها، أقدر أكامل الإكسبوننشال مباشرة. فنرجع للدالة، نرجع لهنا، تكامل 1 على 2 إكسبوننشال سالب لين الإكس دي إكس على إكس. هاي طلع هاي هنا، بدل ما أكتبه هنا خل أكتبه هنا، هو عملية ضرب بيناتهم. هاي مو موجودة بصفها، إذا شنو فقط عاوزة شنو؟ فقط السالب، مشتقته موجودة، أحتاج شنو؟ بس السالب، بس السالب، أضرب وأقسم على سالب واحد، السالب واحد من السالبات راح يروح، يبقى سالب، اثنين إكسبوننشال سالب من الإكس، كويس، ناقص. إكسبوننشال ناقص لن الاثنين ناقص إكسبوننشال ناقص لن الواحد، ويساوي هنا طلع اثنين، عوضنا بعد السالب قفلي يا برا. هسه حاليا تيجي لن الاثنين، طلع من خواص الإكسبوننشال، خواص الإكسبوننشال. بس قبل خواص الإكسبوننشال نجي هنا لن الواحد صفر، هاي معروفة أو بالكالكوليتر طلعها، لن الواحد هو يساوي شنو؟ صفر. هاي من الثوابت جماعة السادس يعرفونها، لن الواحد صفر. فهنا نجي
انزل هذا، انا ما اريد احل اكثر من خطوه، اريد واحده واحده نجزئها. اكسبوننشال اس شنو؟ اس صفر. اي قيمه مرفوعه الى اس صفر يشقد؟ مثلا اكس اس صفر يشقد؟ واحد. اكسبوننشال اس صفر يشقد؟ واحد. زد اس صفر يشقد؟ واحد. اذا هذا قيمته واحد، انتهينا منه. خلينا نجي لهذا. هسه هذا شنو؟ ويساوي سالب. هذا السالب قبل شوية إذا x السالب واحد ونزلها بالمقام وصير x موجب بهالشكل، يعني هذا أقدر أكتبه هيك ناقص واحد، صار شنو هنا؟ موجب، كان سالب صار موجب ويساوي سالب. طلاب، من خواص الاكسبوننشال اللين يلغي الاكسبوننشال، هاي احد الخواص. انا عندي لين اريد الغي اخذ له اكسبوننشال، انا عندي اكسبوننشال اقول لك اخذ له لين، واحد يلغي الثاني، اذا ايش يصير؟ واحد على اثنين ناقص واحد. اي سجل هذين سوالف سادس، لان سوالف متوسطه سادي يسيج قديمات، لذلك سجلهن من يمه. هو شو هي الاكس شنو معناها؟ هاي مو معناها هي اس واحد؟ اكسبوننشال واحده هو شنو؟ مو معناها هو اس واحد؟ لا 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 يبقى هاي اكس تربيع، تبقى اكس تربيع ما له علاقه بها، يبقى اي اس 2 يبقى ما له علاقه حسب الداله. انا شنو؟ نعم يبقى ما يتعوض، ما يتعوض يعني حتى بالداله احنا ما نقدر نفرض هنا اي تربيع يبقى اي تربيع، ما سويت شيء. اوف ها هي لهنا انتهى الحل. فهنا لا يبقى ما جت اكس تربيع، تبقى اكس تربيع بالاخير. شو ما عنده معادلات بالاخير شو اكس تربيع؟ اكسبوننشال تربيع، ها هي ما تنحل طبيعي. بس هنا الصفر اي قيمه مرفوعه على الصفر هي واحد، هاي من الثوابت. نجي نص ناقص واحد ناقص نص ناقص نص، في سالب موجب نص، وهو الحل النهائي. هيك احد عنده سؤال هنا؟ أنا. طلاب، من الأمور المهمة اللي ناخذها اللي هي طرق التكامل. نشوف بعض الطلاب، عندنا طرق التكامل. أول شيء تكامل بالتجزئة، فعندنا يو دي في شو يساوي؟ قاعدته يو في ناقص تكامل الفي دي يو زائد سي، هذا القانون. لحظة، هسه الصوت مسموع؟ باقي الطلبة صوت يمكن واضح؟ شنو؟ تمام جيد. عندنا هذا القانون ثابت، هذا قانون يحفظ تكامل، نوع من انواع التكامل هو التكامل بالتجزئة اللي هي اليو دي في، اذا عندي دالتين. فخلنا ناخذ اكزامبل، هو ماخذ اكزامبل تكامل اكس تربيع اكسبوننشال اكس دي اكس. فخلنا نجي هذا الشاشة شلون كاملة، ها
تكامل شنو؟ غير محدد، يعني اخير شيء يصير زائد سي. اكسبوننشال اذا نريد نوفر تكامل مالتها او العفو كاملها، في شنو مشتقتها؟ المفروض مشتقتها دي اكس، هاي دي اكس، جاي اكس تربيع شنو هذا؟ زين خلينا نجي اكس تربيع، يجوز هاي مشتقتها، اكس تربيع شنو مشتقتها؟ 2 اكس. خليني اكتب لكم هنا اكسبوننشال اكس مشتقتها هي دي اكس، الاكس تربيع شنو مشتقتها؟ 2 اكس. فلا هو هذا موجوده مشتقه مالته، ولا هذا موجوده مشتقه مالته وحده، لان هسه اقول الاستاتشا هي موجوده دي اكس، اقول لك مو هنا موجوده اكس تربيع، ما اقدر اعوف شيء واسوي شيء، تكون موجوده فقط المشتقه مالته. فهذا شو يسمى؟ هذا يسمى بحاصل ضرب دالتين، ونلجأ الى قانون التكامل بالتزر. فخلنا نفرض let u يساوي let dv يساوي هنا let dv يساوي اليو. هنا ايش راح نفرضها؟ يا هي نقدر نشتقها، يا هي نقدر نكاملها. بالنسبة لإكس تربيع هي سهلة اشتقاقها، طبعا نحط الدي إكس وهنا إكسبوننشال إكس للتكامل. طلاب اليو نسويها دي يو، والفي نسويها في. بس يقول الطالب شنو اليو نسويها دي؟ خل أرجع لك لهنا، هذا القانون مالتنا، نكون نوفر كل متغيراته. فرضنا اليو هي اكس تربيع، فرضنا الدي في هي اكسبوننشال اكس، طبعا هنا دي اكس، فهنا نحتاج اليو في واليو دي يو والفي دي يو. اليو انا عندي، الفي مجهول، الفي بعد مجهول، والدي يو مجهول. اذا كن اوفر الفي دي يو، لذلك هاي دي يو هاي الفي. الديو من تجي؟ ديو اليو اشتقها، فشنو مشتقتها؟ نين الطلاب هنا ماكو دي اكس بالمناسبة، صدق شلون احنا نريد نشتق هنا 2 اكس دي اكس، التكامل هنا موجود دي اكس، هاي دي اكس هاي وين ما تروح؟ تروح ويا جماعة التكامل حتى نحتاجها بالتكامل. فهنا هسه شنو مشتقتها؟ اكس تربيع 2 اكس دي اكس، تمام. زين هاي دي في شلون نحولها في؟ نكاملها، لما نكاملها تتحول في. بس هذا شنو التكامل مالته؟ انتبه، نجي اكسبوننشال اكس، شنو اكسبوننشال اكس؟ شلون نكامله؟ نوفر مشتقة الاس هاي، شنو مشتقتها؟ دي اكس، اذا موجودة بصفها، شنو تكاملها؟ الاكسبوننشال نفسه. لهنا واضح؟ قبل لا اكمل هسه انا حاليا بس القى، تمام. نجي نفرضنا اليو هي شنو؟ اكس تربيع. فرضنا الدي في شنو؟ هنا وينها؟ وين الاكزامبل؟ فرضنا الدي في هي اكسبوننشال اكس دي اكس، دائما دي اكس تجي ويا جماعه الدي حتى اقدر اكاملها، يا هي لكاملها اجيب وياها دي اكس لان احتاج بالتكامل المشتقه، مشتقه الداله. هذا المثال فرضناها اثنيناتهم، ليش ما كاملنا قبل؟ لان ماكو تكامل مباشر، فاحد طرق التكامل هي التكامل بالتجزئه اللي هي يو دي في. لهنا واضح؟ سويت هسه هاي خطوة خطوة. الخطوة الثانية نحولهن اليو حولها ديو، شنو مشتقة الاكس تربيع؟ 2 اكس دي اكس، والدي في حولها في، شو اسوي لها؟ بالتكامل، شنو تكامل اكسبوننشال اكس اللي هي دي اكس موجودة بصفها، تكاملها اكسبوننشال اكس، تمام. لهنا أنا هذين خطوتين عدتين هنا واضحة ذني، سويت ما عوضت، بعدنا كل شيء ما سويت هنا، بس هذني
اليو حولتها ديو، مو حولتها اشتقيتها يعني، وهنا هذا كاملته، هاي الدالة اشتقيتها، هاي الدالة كاملته، واضحات؟ خل اروح على الشات فقط واحد جاي يسأل. تمام ماشي. نجي هسه نعوض ويسار. هذا نحفظه طبعا ما اقدر امسحه. تمام طلع اليو دي في تكامل، يا هي اليو دي في، اليو هي اكس تربيع والفي اكسبوننشال اكس دي اكس، تمام يساوي اليو في، وين اليو؟ هاي اليو انزلها نفسها، وين الفي؟ اكسبوننشال اكس ناقص تكامل الفي، وينها؟ اكسبوننشال اكس دي، وينها؟ مين اكس دي اكس زائد سي. طب السؤال لحد الان ما بيها شيء، نفسه نزلته، او تقدر هذا زائد سي عوفه بعد التكامل تنزلها بعد يمك، بس يفضل هو بالقانون موجود، بس يفضل بعد ما تخلص هذا التكامل متكامله نزل السي يكون افضل لك، تريد تنزل البدايه بعد هاي يمك. هسه انا مجرد نزلت ما سويت اي شيء، هذا المعطيات الموجودات هذا نفس انطابقتن حولتها، نزلت بدالها اكس تربيع اكسبوننشال اكس ناقص تكامل، الحين كامل هاي الدالة. هسه هاي الدالة شنو هي؟ هاي الدالة عبارة عن 2 تكامل اكسبوننشال اكس اكس دي اكس، تمام لو لا جبتها هنا هاي الدالة كتبتها اكسبوننشال اكس شنو مشتقتها؟ دي اكس. اجا واو زين اكسبوننشال اكس مشتقتها دي اكس، هاي الاكس شنو هاي؟ طلاب واضحه جاي يصير هنا؟ راح اعبر الخطوه الثانيه، فاهم لهنا؟ هاي هنا الخطوه الجاي يصير، هاي نزلت النفسه فاثنين تكامل اكسبوننشال اكس دي اكس، فالدي اكس موجوده، هاي شنو تكاملها؟ اكسبوننشال x تكاملها هي dx، dx موجودة بس عندي x هنا زايدة، عشان أحلها أجي أفتح صفحة جديدة، هل أكتب آخر شيء أنا وين وصلت؟ وصلت إلى x تربيع exponential x ناقص 2 exponential x، وصلنا لهنا، فقلنا هاي يتكاملها المشتقتها هاي نقدر نكاملها مباشرة، بس المشكلة عندي دالة ثانية إذا ما أقدر أكامل، وهذا ضرب، الضرب ما يوزع بين الدوائر، ألجأ مرة أخرى إلى الـ UDV اللي يتكامل UDV، شنو قانونها؟ UV ناقص تكامل VDU زائد C، أو هاي C تعوف قلنا ما بعد التكامل ويساوي let الـ U شو يساوي؟ اليو ايش راح نفرضها؟ يا هي اقدر اشتقها الاكس الدي في، يا هي اكسبوننشال اكس دي اكس، الدي يو ايش يساوي؟ طلع بنفس الخطوات جايين عادل واحد دي اكس، والفي شين تكاملها؟ هاي مشتقتها موجوده بصفه، اذا نفسها تنزل ويساوي هذا ينزل نفسه ناقص 2 تنزل، هذا التكامل عوض بداله شنو؟ هاي الدالة ناقص 2 افتح قوس يو في، وين اليو؟ هاي اليو، وين الفي؟ هاي الفي اكس اكسبوننشال اكس ناقص افتح تكامل يو دي في، يو وينها؟ اكس دي في وينها؟ اكسبوننشال اكس، في دي يو وين الفي؟ هاي الفي اكسبوننشال اكس، وين الدي يو؟ ها العفو الدي يو دي اكس مو اكس دي اكس،
هسه صحيح، ما هاي ال x إلمن لليو، بينما هي du dx ويساوي x تربيع إكسبونينشال x ناقص 2، ليش مكررها مرتين؟ ناقص 2 افتح قوس x إكسبونينشال x تكامل، نشوف هذا التكامل يتكامل قبل إكسبونينشال x شنو مشتقته؟ dx، حتى اقدر اكاملك ونوفر مشتقة الاكس اللي هي dx. dx موجودة فقط، موجودة بس هي، اكو دالة بعد ثانية بصفها؟ لا. اذا اقدر اكامل بصورة مباشرة اللي شنو قبل يصير exponential x زائد c ويساوي x تربيع طلاب. هنا قبل شوي كان عندنا لما كاملنا هنا اكو عندنا سي مال التكامل القديم، لحظة بس خل ارجع لكم حتى اوضح الان الموضوع. اليو دي في زائد سي هنا اللي قلنا نقدر ننزله بعدين ماكو مشكلة، فهنا نزلناه زائد سي، شو يصير؟ اكس تربيع اكسبونينشال اكس جاي ننزل ناقص 2 x exponential x ناقص exponential x زائد c، فندخل سالب 2 على هذا القوس حتى تنتهي العامل المشترك 2 x exponential x زائد 2 exponential x زائد c. نقدر نبسطها، هي هذا هو الحل النهائي. اكو شخص عنده سؤال؟ انا اهم شيء اذا عرفت هنا بالبدايه جاي اسوي، الباقي مجرد تسلسل خطوات. فهمتوا طلاب؟ هاي هنا سويت اخر شيء اليو دي في، فهمتها اللي هي سحولة التكامل بالتجزئة. طلع بصوتي وصل لكم مفروض؟ اي زين. خلنا ناخذ مثال اخر على اليو دي في بس شوية ابسط حتى تتقرب الفكرة، خاف هذا شوية بعد اليو دي في غير واضحة بشكل تام. هسه ما كانت مفهومة عند اليو دي في بشكل تام، ركز وياي راح تنعاد اليو دي في نفسها. اكزامبل تكامل لن ال x dx، تكامل لن ال x dx. هسه نجي خلينا نكامل مباشرة احنا، تكامل لن ال x ماكو شي اسمه تكامل لن ال x، هي كانت عندي دالة بالمقام اشتقتها بالبسط اقدر اكاملها، مو تكامل لن ال x. فهاي بما تنحل طريقة اليو دي في، يا هي اقدر افرضها يو، يا هي اقدر اشتقها، ويا هي اقدر اكاملها. اليو هاي اقدر اشتقها لان الاكس اعتبار هي شنو، شو تصير مشتقتها دي اكس على الاكس. دي في اقدر اكاملها، شنو تكاملها؟ هنا افرضنا دي في هي دي اكس، دي في شنو تكاملها؟ تتحول في شي يساوي اكس. واضحة ذني اثنين؟ واضحة النقطة الأولى النقطة الثانية؟ شلون حولت اليو؟ صارت هاي ديو، وهاي الدي في صارت في قبل لا انتقل. واضحة ذني؟ اكو حد عنده سؤال عليها؟
مستوى يساوي تمام. هسه شنو؟ خلينا نجي للقانون مالتنا. القانون مالتنا يقول لك يو دي في تكامل يو دي في شو يساوي؟ يو في ناقص تكامل في دي يو زاز يو في في دي يو. تمام. يو في ايش قد؟ اليو وينها؟ هاي اليو لان الاكس في في اكس ناقص تكامل V ايش قد؟ X. D ايش قد؟ DX على X زائد C. ال X وي ال X راحت يساوي لأن ال X بال X ناقص تكامل DX زائد C ويساوي لأن ال X في ال X ناقص تكامل DX شنو؟ X زائد C وانتهى الحل. تقدر هنا نعم حاصل ضرب دالتين حاصل ضرب دالتين شنو شنو من يمك تحللها بس لحظة وين سؤالك يا هي قصدك تحللها من يمك يا هي نستخدمها يو يا هي دي في ها هاي تفرض تاخذ واحدة تقدر تشتغل تاخذ الثانية تقدر تكاملها اشتغلت عدة خير عن خير ماكو تبدل لا ما بس لحظة ماكو يو وديو يو ودي في دالتين اكو فرق بين يو ودي في لا بيها دي في عن قانون هذا يا انتبه لي يو دي في هذا قانون هذا حل هذا solution ما له علاقة به قبل الحل عندك هذا هو هذا المفروض نفس سؤالك هذا بالضبط أول شيء أول ما أجي أخذ هاي دالة يا هي أقدر أشتقها أحطها يو يا هي اقدر اكاملها احطها دي في هاي احولها الى في بالتكامل وهاي احولها الى دي يو بالاشتقاق وانا بجي اعوض هنا شيء اكيد رياضيات هاي ماكو فد طريقه معينه شو وقت زين شو وقت نستخدم تكامل متزن اذا عندي حاصل ضرب دالتين واحداهما ليست مشتقه للاخرى أعيد عندي حاصل ضرب دالتين لحظة تحت تسجيل تكامل بالكسور الجزئية أفضل طريقة لتوضيح التكامل بالكسور الجزئية هي المثال فإحنا راح نجي أريدك تركز وياي شلون راح أحل هذا المثال عندي 5x ناقص 3 x تربيع ناقص 2 x ناقص 3 dx نجي بالبداية هسه هاي شلون نحلها بغض النظر ست كسور جزئية غير كسور جزئية عندي هذا ثلاث حدود أول ما أجي شو أسوي أخذ هنا نشوف أقدر أسوي بالتجربة X بX زين
بما أنه سالب، السالب من جاي؟ جاي من موجب في سالب، يعني مختلفات. ثلاثة من جاي؟ جاي من ثلاثة في واحد. خلنا نتحقق هل هذا يصير. واحد إكس سالب ثلاثة إكس موجب، هذا موجب، موجب واحد سالب ثلاثة سالب اثنين إكس، وهو الحد الوسط. إذن التجربة مالتي صحيحة ويساوي تكامل خمسة إكس ناقص ثلاثة. نعم ايه با عين. حد الوسط فقط للتحقق، ما له علاقة بي ابد. اشارة الحد الثالث كانت موجبة، الاشارات متشابهة، كانت السالبة الاشارات مختلفة. وبعدين اسوي لي هاي العملية حتى يكون يطلع الحد الأخير نفس هذا الحد. هسه وصلنا لهالنتيجة. زين، اكو قوس اقدر اختصره، اكو شيء هنا هم ما اقدر. زين، ارفع القوس، هذا واحد 500، مو هاي 3، شلون راح تصير 3 على 5؟ وشنو شو استفاديت؟ لا 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 لا، لحظه لحظه، انت هنا راح الزايد 5 ناقص 3، خل اسحب، راح اسحب 5 عامل مشترك. بسحب 5 عامل مشترك اكس ناقص تصير 3 على 5، صح لو لا؟ فهاي ما يشابه هذا. انا فهمتك وين تريد، تريد تقول اسوي اكس ناقص 3 حتى اختصرها، مو هاي تصير 3 على 5. شيء العامل المشترك شنو شو تسوي؟ شلون العامل المشترك؟ اقسم الطرفين على 5، هذا قسمه على 5 وهذا قسمه على 5، تنسحب ال 5 لهنا، هاي معنى العامل المشترك. بحيث هذا هاي ال 5 لما ادخله يكون يطلع لي هذا الفوق، فاجي 5 في اكس 5 اكس ناقص 5 في 3 على 5، 5 و 5 3. اذا هذا هو نفس، اذا انا العامل المشترك مالتي صحيح. تمام، فهنا نلجا الى التكامل بالكسور الجزئي. التكامل بالكسور الجزئي شو يقول لك؟ اذا كان المقام حاصل ضرب دالتين نستخدم الكسور الجزئي. ارجع، الطريقه الاولى تكامل بالتجزئة، شنو هاي الطريقة؟ إذا كان عندي حاصل ضرب دالتين واحداهما ليست مشتقة للأخرى، تكامل بالكسور الجزئية. إذا كان المقام حاصل انتبه، المقام جاي يقول المقام حاصل ضرب دالتين استخدم الكسور الجزئية. وأيضا مو دائما يجوز المقام حاصل ضرب دالتين بس مشتقة بالبسط، بس هنا ما عندي. شفت هنا لا اقدر، لا مثل ما قلت هنا الخمسة اطلعها بحيث تصير اكس ناقص 3 واختصر، ماكو اي شيء. الصوت مو واضح ليش؟ لحظة عين الطلاب، طلاب اسمعوني هسه، طلاب اسمعوني،
طلاب سمعوني، بس الصوت أوضح يمكم؟ خلنا بدل السماعات إذا إيش. الطريقة موجودة بالسادس، يعني حسب ما أتذكر أعتقد موجودة بالسادس، فجماعة السادس جزء راح يتذكرونه يعني. أكمل، أكتب أي على القوس الأول، أي زائد واحد زائد ب على القوس الثاني، إكس ناقص ثلاثة. لهنا أنا تمام سويت، أرجع هذا القوس سويته بالتحليل بالتجربة وصلت لهنا، أخذت هذا القوس جبته هنا، بما أنه حاصل ضرب قوسين بالمقام، هذا القوس الأول هذا القوس الثاني، أي على هذا القوس ب على هذا القوس. تمام طلاب؟ هذين ثوابت، هذين ثوابت. هسه طالب آخر يسألني دائما أي وبي؟ لا مو دائما أي وبي. هسه أقلكم شو وقت أي، شو وقت أي إكس، أي إكس زائد بي، أكو حالات عدة حالات. خل أرجع أكبرها لكم، نرجع هنا. أول شيء خل أكمل بالسؤال، لو نشرح حالات الأي، إذا أشرح حالات الأي خاف تلاص عليكم. طلع هسه تفهم لي إنه هذا عدي ثابت، عدي هنا قوس أي على هذا القوس، سوينا بي على هذا القوس، فارز أي والبي شني كونستانت. بعدين راح أشرح لك شو وقت أي، شو وقت أي إكس، وقت اي اكس زائد بي. بعد ما اخلص هذا المثال حتى بس اريدك شوية، لان هذا مثال بسيط، هذني ادفانس، فانا اريد اشرح المثال البسيط تفتهم خطواتي. يلا اشرح الادفانس، هذني كلهن نفس الشيء، يظل هذا ينزل بالبسط هذا بالبسط والخطوات نفس، فايدك تركز بالخطوات. تمام، فهنا اي على هذا القوس الاول وبي على القوس الثاني، الاي والبي هن ثوابت ويساوي. شو راح اسوي هنا انا؟ اوحد مقامات، اي اكس زائد واحد بل اكس ناقص ثلاثة. شلون توحيد المقامات؟ المقام اقسمه، المقام الجديد اقسمه على المقام القديم، فشو يبقى؟ اكس ناقص ثلاثة في اي زائد المقام الجديد تقسيم المقام القديم، شو يبقى؟ اكس زائد واحد في بي. هاي واضحة توحيد مقامات؟ قبل لا انتقل شلون وحدنا؟ اضرب المقامين. تمام، المقام شلون نوحد؟ هذا المقام في هذا، راح يطلع لي هذا المقام الجديد. تمام لو لا؟ من عدة على سبيل المثال واحد جيد. زين هسه شلون المقام الجديد؟ ها قاعده ثابته، هذا هنا خط كسر خاف واحد يقلي. القاعده ثابته، شنو هي توحيد مقامات؟ المقام القديم، المقام العفو الجديد، هذا شنو يصحوا له الجديد، تقسيم المقام القديم. لما اقسم هذا على هذا، يعني اكس زائد واحد في اكس ناقص ثلاثة على اكس زائد واحد، شو يبقى؟ اكس ناقص ثلاثة في البسط، البسط اي، شو يبقى؟ اي في اكس ناقص ثلاثة اللي هو هذا. اجي هنا نفس الشيء، المقام الجديد تقسيم المقام القديم، شو يبقى؟ اكس زائد واحد في البسط في بي، في بي في اكس زائد واحد. يعني لحظة شنو وصلتني في طرفين؟ زائد واحد في اكس ناقص
ايه هذا قصدك بهالط مو وسطين في طرفين. اكو طريقة مختصرة، اكو طريقة مختصرة يقول لك هذني مو ضربة النزلة هنا تمام، هذا مقام يصير بسط هذا، هذا مقام يصير بسط هذا وبينات جمع. هاي ها. ايه طريقة ممكن. اكو طلاب يقول لك شنو هاي يعني شنو احط بينات ضرب انه بتلاص عليها بدل ما اذا بسطها لصتها باضعاف اني، فاجي للطريقة الاساسية حتى الاساس واضح انا جاي اسوي. عندك طرق مختصرة امشي بيها تمام ويساوي لهنا. أنا اعتقد الامور تمام. زين هنا خلينا نوزع الاي، ننزل هذا 5 اكس ناقص 3 على اكس زائد 1 في اكس ناقص 3، هنا اكس زائد 1 اكس ناقص 3 اي اكس ناقص 3 اي زائد بي اكس زائد بي. هذا وزعته، هذا ايضا وزعته ويساوي هذا اكس وهذا اكس. اكس هو متغير واي والبي هنا ثوابت، فاي زائد بي شنو اكس، اسحب الاكس عامل مشترك من ذني، ناقص 3 اي زائد بي على اكس زائد 1 اكس ناقص 3. لهنا انا تمام الاكس سحبت عامل مشترك من ذني، صارت بهذا الشكل. نجي هذا الحد يساوي هذا الحد تمام، مقامات متساوية. إذا البسوط متساوية عين الطلاب، بما أنه المقامات متساوية إذا البسوط متساوية. هذا إكس شنو معامل مالته؟ 5. هذا الإكس شنو معامل مالته؟ فأجي 5 يساوي أي زائد بي معادلة رقم 1. هاي لمن معاملة إكس 1، هذا سالب 3 ايش قد معامله اكس؟ 0، اللي هو نفس الحاله. هذا معناه ايش قد؟ 0. ف سالب 3 ايش يساوي؟ سالب 3 اي زائد بي. هاي معادله رقم 2، فمن هنا من معادله رقم 1 ايش اطلع؟ ايش يساوي؟ 5 ناقص بي. حتى وين عوضها؟ عوضها بالمعادلة رقم 2، فناقص 3 شو يساوي؟ ناقص 3 في 5 ناقص بي زائد بي، وأدي إلى ناقص 3 ناقص 15 زائد 3 بي زائد بي. هنا يصير 4B، ف4B شو يساوي؟ ناقص 3 زائد 15، لأن هذا لما يتحول لهنا شو يصير؟ يصير موجب. فبي شو يساوي؟ 15 يروح 3 يصير 12 على قد هنا، خليني اكتبها هنا أنا. بي يساوي 15 يروح 3 يصير 12 تقسيم 4 فبي يساوي 3. البي اعوضها بالاي، الاي شو يساوي؟ 5 ناقص بي. اذا اي شو يساوي؟ 5 ناقص 3 شو يساوي؟ 2. طلاب واضحة هذن الخطوات؟ مجرد هذا يسموه معادلات آنية مدري شنو، بالثالث متوسط موجود هالسوالف، من الثالث للسادس كلهن نفسهن تمام تمام وين تمام تمام هنا عندكم حامد. لهنا الامور واضحه بعد ما واضحه صفاء انت قبل شوي اعتقد هم قلتي عيدي من وين وين ما واضحه بالضبط.
اعتقد زميلتكم صفاء ايضا سألت وين مو واضحة بالضبط. وين من هنا؟ من هنا ويعني هاي هاي الفوق واضحة. جيد جيد، يعني اذا من هنا انتبه طلاب عدي هذا نفسه نزل صدر الثالث. وين يعني؟ يعني من هنا وين يعني؟ يعني هذا من هنا ها، يعني هذا قصدك اللي فوق واضح. من هنا ابدي اوضح لك. تمام طلاب عندكم هذا نفسه نزل المقام، بس هذا نزلته لهنا، هذا ما له علاقه به. نجي هنا هنا ال A وال B وزعتهن، ال A في ال X AX ناقص 3A زائد BX B1، هذا عامل مشترك وزعته ما بشي. عدي هنا ال X، هنا عدي X، خل اسحب منهن عامل مشترك، شو يصير؟ A زائد B هذا عامل مشترك، شو يبقى عدي؟ ناقص 3A زائد B، هاي اللي هنا تمام. نجي للخطوة الجواها بالتشابه. سيقول الطلاب شنو بالتشابه؟ انا وصلت هنا انتبه لي. الاكس اس واحد اجي وين اكس اس واحد؟ هذا وياهم اشابه المعاملات. هذا المعامل مال اكس اس واحد قد اي زائد بي يساوي 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 منو؟ يساوي خمسة. فاكتب خمسة شو يساوي؟ اي زائد بي. تمام هاي بالتشابه، معامل هذا ساوى معامل هذا. ليش؟ لان اثنيناتن اكس اس واحد. تمام نجي للوراء، الاكس الصفر او هو المعامل الثابت اشابهه ويا المعامل الثابت. هذا ايش قد بقى؟ هذا بقى كلهن ما بيهن اكس، اشابهن ويا هذا ما بيه اكس. سالب ثلاثة يساوي سالب ثلاثة A زائد B اللي هي معادلة رقم ايش قد؟ معادلة رقم اثنين. عندي معادلتين آنيات، شلون أحلهن؟ أعوض واحدة بدالة الثانية، فـ A يساوي خمسة ناقص B، والـ A وين أعوضها؟ أعوضها هنا. فجبنا هاي المعادلة بالضبط حطيناها هنا. سوينا هنا سالب ثلاثة وزعناه طلعت لي بهذا الشكل. عندنا بي مرتين الأجمعهن ايش طلعت؟ طلعت أربعة بي اللي هو وينه؟ هذا. نبراها قسمنا على بي راح تطلع له هذا هنا مالك علاقة به. هنا أنا كملت تطلع لي بي ثلاثة. بي ثلاثة وين أعوضها؟ أعوضها هنا خمسة ناقص ثلاثة ايش قد تطلع؟ تطلع اثنين. اذا البي والاي انا طلعت عندي، راح هاي طلاب نفسها راح اكتبها من جديد. عندي البي والاي، البي موجود الاي موجودة والاي والبي موجودة، راح اكتب البدالة. فاجي انقلها يا خمسة اكس ناقص ثلاثة على اكس تربيع او اكس زائد واحد ويساوي. طلاب يعني بلا زحمة بس مايكاتكم سدوها اذا ما تحتاجوها. طلاب هسه خلنا نوخر التكامل حتى لا تشتبه عليك، اسويها خطوة ثانية ماكو مشكلة. هسه هاي مو جريناها من تكامل سويناها هيج، خلنا نعوض ال A وال B. ال A قبل شوي قد طلعناها اثنين على X زائد واحد، ال B قد طلعناها سالب ثلاثة. لحظة البيش قد لا ثلاثة موجب ثلاثة على اكس ناقص ثلاثة. تمام هسه انا عوضت الاي والبي،
خل ارجع للاكزامبل مالتي، الاكزامبل مالتي هذا انا ردت اختصره خطوه بس قلت لا خل نفصل افضل خاف تشتبه. هذا الاكزامبل مالتي 5 اكس ناقص 3 على اكس زائد 1 بالاكس ناقص 3. هذا بعد ما حلينا بالتجربه صار عندي هنا طبعا دي اكس. هذا كله شو اقدر اعوض عنه اللي هو مو نفسه هذا، اقدر اعوض عنه بهاي القيمه لان هذا يساوي بيناتهم ويساوي تكامل 2 على اكس زائد 1 زائد 3 على اكس ناقص 3 دي اكس للكل، ويساوي تكامل 2 على اكس زائد 1 دي اكس زائد 3 على اكس ناقص 3 دي اكس. وزعنا التكامل ويساوي خلينا نكمل. شلون كامل؟ قوس مرفوع للواحد شنو مشتقته؟ دي اكس. قوس مرفوع الى واحد شنو مشتقته؟ دي اكس. زين اذا هاي الداله مشتقتها موجوده بالبسط، اذا اقدر اقول ان المقام قلنا مشتقتها دي اكس، دي اكس مو موجوده بالبسط، اذا تمام 2 لن اكس زائد 1 دالة موجودة مشتقتها بالبسط، هذا ثابت ما له علاقة، زائد 3 لن اكس ناقص 3. اخيرا اخر شيء زائد سي. اكو احد عنده سؤال؟ هنا انتهى المثال عيني. اكو احد عنده سؤال؟ تمام جيد. يعني طلاب لهنا انتهى التكامل بالكسور، فقط اريد اوضح لك حالات الاي والبي، بعدها احنا انتهينا خلصنا. قبل شوية اعتقد صفاء سألت، ما اعرف اكو شخص سأل، اي اعتقد صفاء قالت شنو هذا الاي والبي، قلت لها اكو اي واكو اي اكس والى اخره. في المثال انا اللي حليت لكم اياه اللي هو شنو A و B، شو وقت A X وهالأمور. فانتبه وياي نفتح صفحة جديدة. لما عندي قبل شوية المثال مالتنا اللي هو 5 X ناقص 3، طلاب المثال انتهى، هسا هذا بس توضيح للحالات الـ A والـ B. 1 و X ناقص 3، هسا هذا شو كتبه؟ دائما دائما يكتب كالآتي: القوس الأول زائد القوس الثاني، هذا منتهين، هذا نفسه نزل وهذا نفسه نزل. سأل هنا أنا ما عندي مشكلة، خلينا نجي للـ A والـ B. إيش قد الـ X هنا أسها؟ أسها واحد وهنا أسها واحد، المقام يكون ناقص واحد. نحط اي ثابت الاكس بصفحة، واحد ناقص واحد صفر، وهنا ايش قد احط ثابت يكون يختلف عن الثابت الاول مو نفسه. ب الاكس ايش قد الصفر، عندنا قاعدة الاكس الصفر ايش قد يساوي واحد، اذا هاي معناها اي و بي. زين حالة اخرى، اذا عندي اكس هاي بغض النظر نقول واحد على سال بسط ما احتاجها، واحد على اكس تربيع زائد سيقول الأستاذ أدي اكس تربيع شلون؟ و اكس ناقص واحد، أجي أقول لك اكتب ذن الاثنين، اكس تربيع زائد واحد، اكس تربيع ناقص واحد، أو اكس ماكو تربيع هنا، اكس ناقص واحد. اكس تربيع شلون تنحل؟ خلينا نجي أول شي للبسط، اكس ناقص واحد شلون تنحل؟ بي اكس الصفر. نجي هنا الاكس تربيع شلون تنحل؟ اي اكس اس ناقص واحد اكس زائد، اظل اكمل لحد ما اوصل اكس اس صفر، سي هذا واحد اقل من الواحد ايش قد؟ اكس اس صفر، اذا انتهيت. الاكس اس صفر ايش قد هو؟ واحد. يعني هاي تنكتب هالصيغة، صير اي اكس زائد سي
على x تربيع زائد واحد زائد b x b ما في هنا x لأن x صفرية واحد على x ناقص واحد. هاي الحالة الثانية. زين أكو بعد حالة أخرى. تفضل. تمام تمام. يعني طلاب إيش عندي هنا للإكس؟ أصعد للبسط بناقص واحد الأس مالته. عدي تربيع على سبيل المثال. خل أجي هنا عدي تكعيب. خل أجي واحد على إكس تكعيب زائد واحد. اكس ناقص واحد. لا لا مو اشتقاق. ما اشتق اي شيء. قاعدة. قاعدة قاعدة عيني. مو اشتقاق. فهنا نجي. فهنا نجي. هسه هاي اكس تكعيب زائد واحد. وهنا اكس ناقص واحد. هاي مو تكعيب. ثلاثة. اصعدها فوق تصير اثنين. لان هي ناقص واحد. فاجي انزل اي. ثابت هذا. هاي ثلاثة. الفوق يصير ناقص واحد. شو يصير؟ اثنين. زائد. حد ما وصلها للصفر. بي. اكس. اثنين. ناقص واحد. اس واحد. زائد. سي. واحد. ناقص واحد. اكس اس صفر. اللي هي اشقد؟ اللي هي واحد. على. اكس اس ناقص واحد. هاي اس واحد. لفوق اشقد يصير؟ دي اكس. الصفر. اللي هي اشقد؟ واحد. واضحة؟ تمام جيد. هسه اكو بعد حالة بيها هاي. اذا عندي واحد على x زائد واحد x ناقص واحد. نا تمام جيد. هذا القوس تربيع. اجي اكتب a على x زائد واحد. هاي منتهين منها. زائد b على x ناقص واحد زائد c على x ناقص واحد الكل تربيع. سيقول للطالب شنو هنا سويت؟ هسه هذا نفسه نزل تمام وهذا ناقص واحد x أو صفر. هاي صحيحة. نجي هنا هذا نفسه نزل بس هذا مو نفس هذا تربيع. التربيع هاي قاعدته. أبدي من أس واحد وأصعد حد ما أوصل للأس. مثال آخر. X زائد ثلاثة. X زائد اثنين أس ثلاثة. انتبه. يعني رح أصعد كم قوس رح أعد يصير ثلاثة قوس. هذا قوس أربعة. A على X زائد ثلاثة. زائد B على X زائد اثنين أس كده أول شيء نبدأ بواحد. زائد C X زائد 2 أس التربيع. D X زائد 2 أس 3 وهكذا. هذن الحالتين موجودات عندكم بالكسور الجزئية. واضحة طلاب؟ مفهومة؟ اي تفضل. يعني عندني بالبداية ايه شنو سؤالك؟ المحدد. ها المحدد مو الغير محدد. ايه ايش بي؟ اي بي اي وبي. ايه تكامل يكون كالآتي. اي الى بي. هنا الحد الاعلى هنا الحد الاسفل. تكون قيمة البي أعلى من الـ A. يعني أنت شايف تكامل بالعكس؟ أنا ما شايف. وين؟ وين؟ مو هاي إلهن حلول خاصة. إلهن غير ترتيب. تقلب تكامل. أكو هواي سوالف. هسه إحنا جاي جماعة الثانية جاي ياخذون دبل انتجريشن شلون نعكس ورسم وهلو اكو هواي امور عبال هنا يعني شفته حتى نوضح لك الامور. لا هنا اي نعم موجود بس له حل طرق حل خاصة.
وحسب السؤال، يعني كان السؤال